أستاذ الدبي، تحياتنا لك وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك دكتور، نورتنا. دائما نتحدث عن الكورونا بموضوع مثلا الأعراض، كيف نحمي أنفسنا وإلى آخره. اليوم رح نحكي معك بعلم الأرقام بالنسبة لموضوع الكورونا. البعض يقول أرقامنا قليلة، ولكن البعض الآخر يحكي لك أنا نعم الأرقام قليلة، بس بالنسبة لإحنا الإجراءات اللي مثلا عملناها الأشخاص البعض منهم ما التزم. الكورونا بعالم الأرقام بالنسبة للدكتور. بالبداية أنا بشكركم على هاي الاستضافة، يعني أنا بتشرف أكون معكم اليوم ومع إعلاميين رائعين مثل حضراتكم. بالبداية كمان صباح الوطن جميل للجميع، وصباح برضو الأمل والإيجابية اللي تكون فينا جميعا، كأنه لأن الحمد لله إحنا من أفضل الدول، يعني من أفضل سبع دول في القدرة عالميا في إدارة أزمة وباء كورونا المستجد. هلا من ناحية الأرقام خلينا نحكي وين المؤشرات الإيجابية اللي أنا شايفها إنه إحنا بتخلينا بجزء أبدأ شو وضعنا اليوم، خلينا أبدأ بالنهاية وأرجع بالتفاصيل ليه إحنا هون. أنا بحكي إحنا في الجرين زون، يعني إحنا في المنطقة الخضراء، إحنا من ناحية سيطرتنا وإدارتنا لكورونا. خلينا نطلع شوي على الأرقام. إيش هي المنطقة الخضراء دكتور تفصيلا؟ بالضبط بالضبط. الآن أنا راح أحكي بتفاصيلها. إذا بنطلع على حالات الشفاء اللي وصلت بالنسبة للعدد الكلي، عندنا اليوم وصل 110 حالات شفاء، هي بتمثل 32% من عدد الإصابات كاملة. لما نطلع على الوطن العربي عندنا يعني الحالات الشفاء بتوصل ل 17%، احنا 32%. تعال نطلع عالميا، يعني اكثر من ضعف. نعم عالميا بنحكي احنا 21 بين 21 و 22% هي نسبة الشفاء، احنا بنحكي بالأردن عن 32%. ممتاز دكتور. يعني هاي النسب وهاي الأرقام شو سببها؟ يعني هل عندنا مثلا شيء مميز عن باقي الدول، او انتم كأطباء كيف بتفسروها؟ نعم انا بالبدايه عالم بيانات، يعني اكثر يعني شغلي في الديتا ساينس وبتحليل الارقام. هلا انا في بالاساس بنطلع، هي في اربع جوانب اساسيه حتى تدير اي ازمه وباء بشكل ايجابي. النقطة الأولى والأهم هي التزام المواطنين بالإجراءات الرسمية. التزام المواطنين من ناحية الالتزام في البيت، من ناحية السوشيال ديستانسينج اللي هي ترك مسافة الأمان عند الخروج لقضاء حاجاته خلال الفترة المسموحة، برضو من ناحية النظافة الشخصية واستخدام المعقمات وغسول اليدين. هذا أهم سبب. السبب دخول أي أشخاص إلى الأردن إلا يتم حجرهم وعزلهم بأفخم الفنادق في الأردن، وكل العالم تحدث عن كيف تم عملية العزل. النقطة الثالثة موضوع الاستقصاء الوبائي، يعني لأنه إحنا لازم نوصل للناس احتمالية وجود العدوى بأقصر وقت ممكن. هذا الآن بيصير بشكل مانيوال بجهد كبير جدا على اللجان الموجودة. حاليا نشتغل مع جهات رسمية، يعني يمكن بتبرر بموضوع الإجراءات، بنفس الوقت حتى آلية الخدمات الطبية اللي قدمت هي كمان هي النقطة الرابعة. بالضبط هي النقطة الرابعة، يعني بإدارتنا اللي هي الجهد من الكادر الصحي والطبي الموجود. احنا عمالنا بالفترة المينيمم اللي هي 14 يوم عماله بيطلع عندنا حالات شفاء. حالات الشفاء 32%، 60% منها تم في آخر 3 أيام. إذا بطلع 13 حالة 16 حالة 30 حالة، إحنا بنحكي 60% من كل حالات الشفاء تم بآخر 3 أيام من تاريخنا اليوم. فإحنا يعني وحالات الوفيات استمر، يعني وقفت عند 1% حاليا، مقارنة بالوطن العربي هي 3%، بالعالم نوصل ل5.5. في معنى الصور دكتور تحدثنا أكيد بالعالم. هلا بنوصل إحنا بنسبة الوفيات اللي عندنا بالأردن 1%، عالميا بنحكي بين 5.5-6%، عربيا بنحكي 3%. فمؤشرات رائعة. شوفوا الناس الخاضعين الآن للعلاج في المستشفيات. قبل 3 أيام 4 أيام كنا نحكي 249 شخص موجودين خاضعين للعلاج. بعدين نزلنا بعديها بيوم ل 247، بعديها بيوم ل 244، امبارح صار 230 شخص. كل ما بتقلل أعداد الناس الموجودة في المستشفيات، كل ما بتزيد قدرة الكادر الصحي والطبي في السيطرة على عدد الحالات اللي بتدخل، وبرضه أنها تقوم بواجبها بأكمل وجه. متى بيصير في عدم سيطرة من الناحية النظام الصحي؟ لما يكون عدد الحالات فوق الإمكانيات. فأنت بدك تسيطر. الكل بيحكي هلا flatten the curve. flatten the curve يعني قلل عدد الحالات اللي بتيجي
وبتدخل في المستشفيات بشكل يومي. ممتاز. يعني دكتور من خلال حديثك ونفسك أنا مرتاح مبسوط معنويا يعني إنه أنت شايفك مبسوط على الأرقام وعلى الإجراءات اللي صارت بالأردن، وأيضا أنا متأكد إنه عم بتوصل رسالة نريح الناس، لكن هذا يعني الالتزام لا وجهودكم لا. والتزامكم له دور بهاي الأرقام. أكيد. خليني أحكي بس بنقطتين. النقطة الأولى في رول عالمية بتحكي 80-20 يعني 80% من المشاكل والأخطاء اللي ممكن تأثر على هذا الوباء ممكن تيجي من 20% من الأشخاص العايشين في الأردن مقيمين ومواطنين. فهدول 20% هم اللي بنشوفهم كل يوم، هم اللي بيكسروا الحجر، هم اللي بيطلعوا خارج السلوكيات اللي بتحكي عنها النظام الصحي والإجراءات الرسمية اللي كلنا بنشير لها. فبنلاحظ أنه هدول الأشخاص العشرين بالمئة لازم نسيطر عليهم بشكل كبير. عشان هيك الآن إحنا شغالين مع جهات رسمية نطلع موبايل أبليكيشن خلال أسبوع لعشر أيام إن شاء الله، من خلاله راح يكون في تنبيه للمخالطين للمصابين، من خلاله راح يكون في متابعة للمخالطين، من خلاله راح يكون في متابعة للناس اللي في الحجر المنزلي حتى نتأكد أنهم ملتزمين في الحجر المنزلي. راح يكون في إحصائيات كاملة لكل المواطنين، لأنه حق المواطن أنه يعرف المعلومة حتى يساعد الدولة بإجراءاته السليمة. إحنا السباقين بهذا الموضوع دكتور؟ إحنا في دول عربية، البحرين سبقتنا فيه. إحنا الحمد لله هلا يعني راح نكون من الدول الأولى في الوطن العربي إننا بنعمل زي هيك أبليكيشن. هذا برضو بالمستقبل ممكن يساعدنا بإن فعليا نيجي نحكي مثلا كاثي بدها تطلع اليوم على منطقة صوفية، تدخل على الأبليكيشن يحكي له صوفية قديش هي درجة خطورتها في المنطقة معينة. أوكي. يحكي له شو الإجراءات اللي لازم تتبعها لأنت بدك تروح هذه المنطقة، ممكن الإجراءات اللي لازم تتبعها هي طبعا هذا برجع للبيانات الموجودة صحيح. فهذا كله بنسميه هيت ماب، فممكن توفر لجميع الأشخاص حتى هذه المعلومات تساعدك أنت كمواطن إنك ما تعمل أي إجراء خطأ من غير قصد، فتكون عندك كامل المعلومات لاتخاذ قرارات صحيحة. هلا بيجوز اذا بنروح على الصوره الثالثه بنطلع على يعني احنا بوضعنا بالاردن في حالتين بالعالم. تمام. حاله زياده الحالات بيكون فيها بتضاعف يوميا بنسميه اكسبوننشال جروث. اوكي. وفي حاله بتكون خطيه انه في زياده تقريبا بنسبه ثابته وصغيره. بالاردن بالمعدل من تاريخ 15/3 لليوم احنا بنسجل بين 15-16 حالة. فالنسبة ثابتة والعلاقة خطية. هذا شيء مريح، هذا شيء مريح جدا. طلع الجهات اللي صار فيها انهيار شو بالنظام الصحي، الحالات كانت تتضاعف بشكل يومي، فكانت عدد الحالات أكبر من قدرات. يمكن أنت موضحها كمان بالرسم البياني. نعم. يعني كيف بالأردن ماشي بمستوى معين في برة بتطلع بتطير فوق وبتضل. بالرسم البياني الأخير كان بيبين مؤشر إيجابي إنه إحنا بأربع أيام من خمسة من شهر أربعة إذا بتطلعوا على هذا الأسبوع الحاسم سجلنا عدد حالات اللي هي بالأخضر. عدد حالات الشفاء. الشفاء أكثر من عدد حالات الإصابات. صحيح. كل ما منسجل عدد حالات شفاء أكثر من عدد حالات الإصابات كل ما منزيد قدرتنا كنظام صحي على للسيطرة على وتقديم الخدمات المثالية للمصابين داخل المستشفيات. ممتاز. كل ما زاد عندنا، كل ما عندنا إصابات مستمرة كل ما زاد فترة اللي منحتاجها حتى نقضي على الوباء. صحيح. لأنه إحنا منحتاج من آخر يوم إصابة بالمعدل 14 يوم لأن فترة حضانته 14 يوم للفيروس كورونا المستجد، بحدنا الأعلى 28 لأنه الأوتلايرز ممكن يوصل فترة حضانة المرض ل 28 يوم. هلأ في بجوز إذا بتسمحوا لي واحدة من الإجراءات اللي أنا كان إلي تحفظ فيها وكنت بتمنى أن تتم بطريقة مختلفة. يعني إجراءين معينين. أول شيء الناس اللي طلعوا من الحجر الفندقي بعد 14 يوم، أنا بتخيل ومن وجهة نظري ممكن أكون مخطئ أنه كان أولى فينا نحافظ عليهم داخل الفنادق لمدة 28 يوم لأنه كلفتهم الإضافية ل 14 يوم أقل من كلفة علاجهم لو هم طلع في إصابات وخالطوا ناس ونشروا الوباء بشكل أكبر. هم بجوز عولوا على الثقة في تواجدهم بالمنزل. وهون برجع دور المواطن. وأنا برجع دور المواطن لأن المسؤولية الاجتماعية مهمة جدا. يعني إحنا المشكلة إنه لازم نبعد عن الأنانية في تصرفاتنا. نعم. لازم نبعد عن قصر النظر. يعني في ناس بعماله بيخطأ وبيطلع وبيطلع وبيحاول يعمل أشياء لأنه اليوم بده يحصل على شيء، بس هو مش عماله بفكر. صح. بهذا العمل خاطئ ممكن ينشر العدوى ويأجل استمراريته أو رجوعه للعمل لفترة
أطول. يمكن كمان عشان هيك ركزت الجهات المعنية كان الصحة أو حتى الإعلام ومن خلال كافة الوسائل على موضوع أنه أعطوا أمثلة للناس اللي التزمت وللناس اللي ما التزمت. يعني بنفس الوقت يعني إحنا طلعناك من الأوتيل وكتبت على تعهد أنه أنا أظل موجود بحجر منزلي حتى ما أضر الحواليك. يعني واحد بده يضر أبوه أمه أولاده مرته. الالتزام مهم. ويعني ما زلنا بنقول خليك في البيت والتزم. وهي الأرقام الإحصائيات مهمة معنويا. بنفس الوقت حاب أسألك قديش مهم للقطاع الصحي بموضوع العلاج أو بموضوع أنه كيف يتعامل القطاع الصحي مع الحالات بالكشف عن الحالات في التواجد حتى في مناطق غير مصابة لكن الإطمئنان أكثر على الوضع الوبائي. خلينا نحكي في بعض مناطق المملكة. ماذا نقول؟ هلأ بسؤال مهم جدا. الآن حاليا إحنا الفكر أنه كيف نساعد لجان الاستخصاء الوبائي بأنها توصل للأشخاص الاحتمال وجود عندهم فيروس كورونا المستجد بأسرع وقت ممكن حتى نقلل معدل نسبة الاختلاط أو الأشخاص اللي ممكن ينعدوا منهم. الآن هذا الحكي بيتم بجهد يدوي بيتم من خلال لجان كبيرة ومكلف ومهلك ومتعب. الآن من خلال الموبايل أبليكيشن اللي تحدثت عنه من خلال برضو استخدام الذكاء الاصطناعي واستخدام المشين ليرنينج تعلم الآلة إحنا ممكن إذا حصلنا على بعض بيانات نساعد لجان الاستقصاء الوبائي بإن نعطي مؤشرات وين ممكن يكون في انتشار. يعني نقسم الأردن لدوائر صغيرة وهي الدوائر الصغيرة نطلع فيها على حسب درجة خطورتها من ناحية المصابين والمخالطين. نعم. فالآن عمالنا نشوف مثلا بالأردن في صار عندنا مناطق زي الهاشم الشمالي ماركة. جوز ضاحية الرشيد هلا بلش يطلع منطقة إربد في مناطق بعجلون في يعني من خلال الشخص اللي بيشتغل في السوق المركزي الخضار فواكه. نعم. في مناطق صارت بؤر ساخنة فأنت بدك تشوف تطلع برضو على أرقام أخرى من دائرة الإحصاءات قديش مساحتها الجغرافية شو طبيعتها قديش عدد السكان اللي فيها. صحيح. حتى أنت توصل تحكي إنه قديش نسبة انتشار العدوى. إذا بنطلع على أي انتشار وباء عاملين أساسيات بيأثروا على انتشار. معناته أنتم يعني كدكاترة وخبراء بالبيانات والإحصاءات والأطباء على توازن يعني بالعمل في مثل هذه الظروف. أكيد علم البيانات علم مهم جدا لاتخاذ القرارات في أي قطاع وأي مجال. تحديدا بالأزمات يعني بهذه بالزبط. المرحلة. طب دكتور بدي أسألك عن دائما بيحكوا بأي أزمة في عندك good scenario عندك bad scenario. نعم. أنا إن شاء الله نكون إحنا بالgood scenario ولكن أنا بحب كمان دائما الواحد حتى يعرف يتصرف بأي أزمة موجودة حوله يكون عارف إيجابيات خلينا نحكي وسلبيات أو الإشي السيء على أبعده أو الإشي الإيجابي. تحدثنا دكتور. هلا بجوز أنا دائما أنا عندي قناة على اليوتيوب أنزل فيديوهات للتوعية العامة ونشرح الأشياء فأنا دائما بحكي عن 3 scenarios. أوكي. بحكي انه او بالبدايه كنت احكي عن نظريتين النظريه المثاليه الايديال والنظريه غير المثاليه. من امبارح بلشت احكي برضه عن الورست كيس سيناريو الحاله الاسوء صرت احكي بثري زونز المنطقه الخضراء والمنطقه الاورنج البرتقاليه او الصفراء والمنطقه الحمراء. وبحكي احنا الان كل مؤشراتنا بتحكي انه احنا في المنطقه الخضراء. هلا المنطقه الحمراء لازم يكون عندنا نسبه نمو يومي يعني زياده في عدد الحالات تطلع عمالها عن 10%. إذا نطلع آخر 10 أيام إحنا نسبة الزيادة اليومية عندنا بين 4% إلى 7%. لو كان عندنا 100 شخص بالنسبة إجمالي السكان والإجمالي الحالات أوكي تمام. هلأ بالنسبة للسكان كان في عندنا إحنا نحكي قديش نسبتنا لكل مليون. إحنا اليوم نحكي عن 33 مصاب في الأردن لكل صحيح. مليون صحيح. هلأ إذا طلعنا عن 10% واتجهنا بهذا الرقم لعشرين أكثر عمالنا إحنا بننتقل من حالة إن تكون علاقة خطية زيادة بنسبة ثابتة معدل ثابت قادر السيطرة عليه إلى زيادة تضاعفية تمام. هذا ما بدنا إياه. وهنا بيبدأ لا سمح الله هنا بتبدأ الانهيار للنظام الصحي given أنه عندنا limited resources وموارد محدودة وهنا بيبدأ لا سمح الله برضو أنه ثقة الشعب بالإجراءات اللي بتتم أقل وهنا إحنا بنوصل لحالة إحنا ما بنتمناها. لكن بجوز كمان يعني بالإضافة لسؤالك إحنا بأي زون هذا له أثار على الوضع الاقتصادي والاجتماعي بشكل كثير كبير. صحيح. يعني الوضع الاقتصادي أنه في كثير الآن أشخاص الآثار السلبية عليهم عالية من ناحية الدخل اليومي من ناحية قدرتهم ولكن أفضل من لا سمح الله يكون في عندنا نحن حالات وانهيار للنظام الصحي. أكيد. بروح على العنوان الرئيس الصحة أهم طبيعي لكن جلال سيدنا البارح وجه صحيح. أنه إحنا بدأ حلول مبتكرة صحيح. حلول صحيح. ذكية صحيح. تعمل توازن
ما بين أنه أنا أرجع عجلة الاقتصاد لأنه إحنا بلد بحاجة صحيح. وقدرتنا على أنه نظل بحالة ركود لفترة طويلة مؤلمة لكل للجميع صح. فوين نطلع على حلول مبتكرة، حلول ذكية أني أقدر أنا أشغل فيها بعض القطاعات المهمة لو مش بالفول كاباسيتي، مش بالقدرة الكاملة وأني أشغل هاي القطاعات تدريجيا بدون ما أثر على انتشار الوباء وهنا بلعب دور الذكاء الاصطناعي والماشين ليرنينج عند توفر البيانات صحيح. الآن الحمد لله راح يتوفر بيانات أكبر بتعاوننا مع هاي الجهات الرسمية، راح نبدأ نقدر نعمل سيناريوز نحكي احنا شايفين بالمرحله الاولى لازم هاي القطاعات اللي لها اولويه اعلى والشركات اللي ضمن معايير معينه هي بنقترح انها تبدا صح. وبكباسيتي مثلا 20% ولا 30% أقل حتى نعمل توازن صحيح. نرجع الحياه ونرجع عجله الاقتصاد مره ثانيه وبرضه بنفس الوقت ما نؤدي لانتشار الوباء. هذا التوازن بيحتاج لذكاء وجلال سيدنا وبالقياده الهاشميه الحكيمه دائما بيعرف متى ويوجهنا وكيف يوجهنا بالاتجاه السليم اللي فيه مصلحه العامه للوطن، مصلحه العامه للمواطنين. الاردن حطت الانسان اغلى ما اغلى ما نملك زي ما حكى الراحل جلاله الملك حسين وفعلا اثبتناها قول وعمل. صحيح. انا عندي بس كلمه واحده بحب احكيها سريعة. للقوات المسلحه وللامن والاجهزه الطبيه وللجميع احكي لهم، وهذا هاشتاج انا بنشرته مهم بالنسبه لي، احكي لهم احنا معكم لانه فعليا معادن رجال بتظهر عند الشدائد صحيح، وايدنا بايدكم حتى نحمي مستقبلنا ومستقبل اولادنا صحيح. أكيد. كل الشكر لكم، وبعدين يعني بكل المواقف مجربينهم وعلى مستوى الحدث وثقه كبيره يعني كان القائد والشعب دائما وابدا. احنا بنشكرك يعطيك العافيه الله يقويك شكرا، وكل الشكر لك يا دكتور، يعطيك العافيه الدبي وجودي معك اللي مبدع دائما أشكرك. وجهود مشكوره وبترفع الراس. اشكرك شكرا جزيلا لك. شكرا لك، دائما خلينا نلتزم ببيوتنا وخلينا نكون قدها، وزي ما حكينا لجلاله سيدنا ابشر سيدنا في الحفاظ على هذا الوطن من خلال مواطنينا. فاصل صغير وراجعين، خليكم معنا ما تروح مكان.